قصتنا النهاردة عن إنجي اللي كانت عايشة طول حياتها برا مصر، بتشتغل مستقرة والدنيا ماشية، لحد ما تعرفت على واحد من الإنترنت، مصري مطلق عايش برا مصر برضو. بعد شهرين من التعرف الاهتمام وإعجابه طلب منها الجواز، قعد يطاردها ويزن عليها لحد ما وافقت، بس بشرط إنه يشتري لها شقة في مصر. وفعلا اشترى الشقة، كتب نصها باسمها. بعد الجواز بفترة نزلوا مصر أجازة، راحت إنجي تتعرف على أهل جوزها، اكتشفت إنهم من ناس صعبة جدا، مرتاحتش لا للأم ولا للأخت، وكانت أجازة سودة زي ما هي قالت. ولما سافروا تاني قررت إنجي إن هي تاخد جنب بعيد عن أهله، بدل ما تدخل معاهم بقى في مشاكل وصدام ويوي. بس جوزها قال لها تكلمهم وضغط عليها، لما رفضت بدأ يعاقبها. طب ازاي بقى يسيبها بالشهور من غير ولا كلمة؟ لما كلمها بدأ يزن عليها يبيعوا شقة مصر، اتحجج ان هو عايز يجيب لها شقة احسن واكبر، بس إنجي رفضت تبيع. وفي يوم اتفاجأت بجوزها نزل مصر، نزلت وراه، راحت له عند اهله، تقريبا طردوها بهدلوها. بعدها بكام يوم راح بيت اهلها عشان يطلقها.